طيب انا عايز اسالكم سؤال دلوقتي، انتوا بتفهموا في الكوره طبعا، طبعا سامر وكريم اكيد، يعني انت ازاي بتصور في نفس الوقت مركز مع الماتش، في نفس الوقت بتطلع صور حلوه، في نفس الوقت بتبعت شغل؟ ما انا هقول انا لحضرتك حسيت ان ما انا هقول بصه لك كده، ما انا هقول ولا لحضرتك ترجع للبيت بتتفرج على الماتش عشان في حاجات انا بتفوتك؟ الجون يعتبر انا شفته في ارض الملعب، انت شايفه من زاويه خالص غير اللي انت متعود عليها من صغرك. فالزاويه اللي بتاعت ارض الملعب ده انت كانك بتتفرج على ناس بتلعب قدامك في دوري عادي او ماتش عادي انت شايفه من اصحابك في الشارع مثلا او حاجه زي كده، مش شايف اللي هو الزاويه بتاعت الكوره المظبوطه اللي هي الزاويه الصح بتاعت الكوره. فانت بتعيد الماتشات بقى بقى في التلفزيون؟ طبعا انا اكني ما شفتش الجون، هو ايه اللي حصل؟ وبعدين انت عشان كده بقول لحضرتك الماتش كله انا بحسد الجمهور لان هو بيشوف الاعاده، انا ما بعرفش ايه اللي بيحصل، لو ما شفتهاش كويس ما اعرفش الجون جه ازاي بالظبط. ايوه صح.